وهنا تصريح اليوم يأتي من قيادية كردية تقول بأن حزب الهيدبي أو اليشل سولبرتسي الآن حزب الشعوب الديمقراطي سابقا سيدفع بمرشح له في إسطنبول في أنقرة وأيضا في إزمير وفي ديار بكر. هل يعني هذا الأمر إنهاء التحالف بين هذا الحزب وحزب الجهبي؟ أعتقد أن الجميع صدم من تحالف مع كليشيدار أغلو في نتائج الانتخابات، سيما وأنهم يرون أن يعني عملية إصرار وعناد كليشيدار أغلو على أن يكون هو المرشح خلق نوع من يعني ضعف في فرصة النجاح. أكشينار عانت في هذا الأمر وانسحبت قبيل الانتخابات بفترة قصيرة ولكن عادت من جديد، ولكن عادت ويعني ركزت في تصريحاتها على أنها كانت تتنبأ بهذا الأمر. الهيدبي وجد فعلا أن حلفه مع كليشيدار أغلو كان حلفا مؤقتا قصيرا جدا زمنيا، كون أن كليشيدار أغلو تحالف مع الحالة القومية أميد أوزداغ التي هي حالة شرسة ضد الحالة الهيدبي عفوا. لذلك أنا أرى حقيقة أن الهيدبي في تحالفه مع كليشيدار أغلو من تحت الطاولة في الفترة الماضية كانت مؤقتة وقصيرة المدى، لن يكون هناك تحالف في قادم الأيام إلا إذا قدم مزيد من التنازلات. مشكلة كليشيدار أغلو أنه يسترضي الذين يتحالفون معه بتقسيم الكعكة ليس بإقناعهم بالمشاريع، على عكس أردوغان هو استقطب جزء من المعارضة كانت في السابق وأصبحت ضمن تحالفه ولكن عبر إقناعهم بالمشروع. هذا ما تكلم عنه سينان أوغان على وجه التحديد الذي هو كان مرشحا للرئاسة منافسا لأردوغان، ولكن في الدورة الثانية كان حليفا لأردوغان وبدون أي اشتراطات، كما هو شأن أميت أوزداغ أمام كليشيدار أغلو، يريد الوزارة الفلانية والمقعد الفلاني والتركيبة الفلانية.